حسن حسني أيضا يقدم مسلسل الفندق، الدراما الجريئة والمثيرة والتي كتبها أبرز كاتب دراما عراقي اليوم، إنه حامد المالكي، والذي ازدانت الشرقية بكتاباته منذ 15 عاما. ما أعرف أكذب، ما أعرف أغش. يا الدكتاتور، أبويا مو دكتاتور. أصعب شيء من ابن العائلة ينحرف. أمي دايك السرسرية مالي من الفيسبوك يضحكون على بنات العالم الفقيرات. والله الأمة العراقية وبس، كل شي سوي الله يغفر لك، بس لا تلحق. لا بدي يجي يوم تتوسخ، فهمت ولا لا؟ مستحيل. شنو هاي هكل؟ هيك واحد يستاهل يموت 100 مرة. عزي بعينك انا، البنية ماتت. لو يدور عرق، لو كريستال، لو حبوب، لو نسوان، والعياذ بالله. هذا الفندق بيسر ولازم اعرفه.